زيزو زين الدين زيدان، لكن الفرق لا ليس كبير على ان يصنف زيدان مع مارادونا وبيلي. مش ممكن. خليني نحكي، خليني نعبر، خليني نريح ونرتاح. مش ممكن يا زيدان، نهائي كأس العالم والدقائق الأولى وصفر صفر وتضرب الكورة بهذه الطريقة ومع من؟ مع جالويجي بوفون. كم أنت كبير يا ابن الصحراء يا زيد الدين زيدان. يا سلام، برافو، والله يا علق وصفتك، والله يا علق وصفتك. شوف والله يا علق وصفتك. الاوتوغراف عاد اعتيادي من لاعب استثنائي زين الدين زيدان، بالفعل اسطوره، وزيدان يدخل التاريخ. زيدان ممتازه، حتى بالركبه يحضر، حتى بالركبه يعطي هدف. ما هذه الراحه، ما هذه قوه الشخصيه. زيدان يلعب ثقه، كانوا في كرنفال، كانها ليست نهاية كأس العالم. ما هذا يا زيدان؟ جميلة جدا، كرة مراوغة روعة. يا الله ما الذي يحدث أمامنا؟ زيدان يسدد، قلت لك دور البطولة. والله لما ارفع رجله ذكرني بهدف السحر التاريخي في مرمى باير ليفركوزن في الهامبتون بارك في الكلاسيكو. يا حظك يا فرنسا، حتى الطليان صفقوا، حتى الألمان تفاعلوا، والفرنسيين تفاعلوا. عودة زيدان، فرنسا لا تساوي شيء، لا تساوي شيء، لا تساوي شيء بدون زيزو. ألفين وستة، المشهد الأخير، مشهد الختام، لحظة الاختتام، كيف ستكون يا أحلى عنوان من 20 سنة؟ زين الدين زيدان، وقصاو كارت أحمر، وكارت أحمر لزين الدين زيدان. ولا تنسى تحدث عن